مساء الخير متابعي جريدة وموقع المصر في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة معانا مأساة لأسرة، أسرة مكونة من 4 أفراد بيعانوا من مرض الكبد والقلب. حالة صعبة بتعيشها حاجة سناء بسبب مرضها ومرض أولادها وصعوبة العلاج معاهم. احنا النهارده هنسمع من الحاجة سناء ظروفهم ايه وايه هي طلباتها لعلاجها وان هي تقدر تعيش حياتها وقتها. مساء الخير يا حاجة، مساء الفل يا بنت، مساء النور عليك. الف سلامة عليك وعلى الله اولادك. يسلمك يا بنت. عرفينا بنفسك بقى، حاجة سناء ايه؟ سناء كامل الشريف. تمام. أنا معايا 4 أولاد، معايا منهم عرفة بيتعالج من القلب ومستأصف في الجامعة، نحجز يوم واتنين في المستشفى ويخرجونا مستشفى بنها الجامعة. الجامعة، تمام. وقبل كده جاله جلطة في القلب برضه، معانا تقارير تثبت بكده. وقبل كده اتصلنا بوزارة الصحة وقالوا إن نوفر له عناية مركزة يعيش فيها. جم الدكاترة خارجيننا، ما لقونا اتصلت بوزارة الصحة وكده. جت دكتورة جت خارجانة من الاستقبال بعد ما قعدنا 3 أيام في الاستقبال على ده في أساس إن مستشفى ايه ده؟ الجامعة، ده بسبب ايه بقى؟ بسبب ان هو يعمل عملية القلب، ان هو يعمل عملية القلب. وبعد كده اجري للقرار، نيجي نعمل القرار مش عارفة اعمله، الدكاترة بيشقطون لبعضيه. تمام. ده وحضرتك اصلا مريضة ايه؟ انا بتعالج من السكر وضغط وقلب وكبد، وبعد كده في مرض حساس في بقي، ورحت المستشفى السيدة عائشة قالوا لازم أن تنحجز في مستشفى تكون فيها جميع التخصصات عشان بقك ده يقفل. ايه بقى موضوع بقى حضرتك؟ متاخد منه عينات، 4 عينات، عينة طلع ورم وعينة طلع مكروب وطلع عينة فيها فيروس وعينة تانية طلع فيها مرض حزاز. تمام. طبعا أنا بقالي 3 سنين وأنا دايخة من مستشفى دي للمستشفى دي للمستشفى دي، ولا انا مش قادره اجيب العلاج، ولا قادره اتعالج، ولا قادره اجري على الدكاتره. وانا ست عندي 70 سنه، اتصرف مفيش حاجة، ازاي؟ أي معاش بتاخديه؟ لا ما باخدش حاجه خالص. ابني ده بياخد 400 جنيه من الشؤون بقاله يجي 4 شهور، اللي هو عرفه ده، ولا حول ولا قوه، ما معهوش حتى ياكل ولا يشرب ولا يصرف ولا يتعالج ولا عنده أولاد إيه؟ معاه 4 عيال، مع زياد ومعاها ياسين من زوجة، ومعاها عيلين تانيين مهند وعبد الله من زوجة تانية. ربنا يشفيه. مرض بنت حضرتك ايه؟ دي كانت بتتعالج في المعهد ودلوقتي عندها غدة في رقبتها كده، والدكاترة مش خسر سماوي؟ لها. هي كانت بتتعالج في المعهد، عاملة كذا عملية تمام ومشخص لها عملية غدة في رقبتها. طبعا تمام كل جريها بالفلوس وهي مش معاها. بعد ما كانت هتخش تعملها رجعوا أجزوها 6 شهور وهي تعبانة مش قادرة، طب مدوها اجازة 6 شهور ليه؟ ولا احنا عارفين، مش عارفين المستشفى الجامعة دي حل خالص. يعني دور مثلا لا ترتيب دور ولا هي ايه؟ كانت داخلة العمليات، يعني يعني هي كانت داخلة والدكتور قال لها ايه يوم رأيك ما يا حددت العملية دخلت دخل جت خلاص. داخلة وباتت وراحت حاجزيننا على السرير. تمام. رجعوا تاني قالوا لها احنا الاستشاري تعملي دلوقتي ولا تستني شوية؟ قالت له اللي انت شايفه. الله طب خليكي 6 شهور تاني، وجي مدخل حالة غير. وهي في العمليات لا ما كانتش لسه دخلت العمليات يعني وقت ما دخلت العمليات. اليوم اللي هي هتخش فيه، تمام. اليوم اللي هي تقوم مؤجلة 6 شهور تاني. يعني هي محتاجة تعمل اللي هي الدعاء اسمها ايه؟ لا زينب زينب دي محتاجة تعمل عملية الغدة الغدة. محتاجة تعمل عملية وابن الغدة. حضرتك التاني بقى لا التاني مطلوب ده له خلينا عملية ايه؟ منه بقى دلوقتي، خلينا في دول دلوقتي، ابن خلينا حضرتك اللي قلت عايزه له عملية ايه؟ بلاش منه ده دلوقتي، بلاش منه يعني، خلينا بس فيا وفي الفئة التانية ما انا فاهمة اللي انت عايزاه اي فيهم. اللي هو عارفه بقى اللي انا عايزه عرف نعمل له. مطلوب له عملية ايه؟ ما هو مطلوب لعمليه القسطره وده عامل
قسطرة ودعامة. مقسطرة ودعامة وبس، يعالجوه من يشوفوا ظروف الكبد برضو قبل ما يعمل العملية، لازم يظبطوا له الدنيا، لأن هو دلوقتي عايز بالجزء الصغير. هو اصلا هو بجزء ليه يعني، كان مريض ولا كان ايه حصل؟ ايه حصل معاه؟ لا كان متبرع لوالده، كان والده تعبان واتبرع بيه لوالده، وهو أصلا كان مريض قلب من قبلها، كان عنده ارتخاء عضلة القلب من قبلها، ما قالش بقى للدكاترة. أنا فوجئت إن هو دخلوا عشان العمليات قبل ما بيعمل اي عملية بيتعملوا فحص ولا الاول، بتعملوا قال لهم أنا جواب حلو، وراح طبيعي. جابوا تحليل من مستشفى كده بأي كلام عشان ينجد أبوه. طب أبوك مات وأنت ما نفعتش نفسك، يا ريته نفع نفسه. يعني هو حاول ينقذ والده، والده توفى الله يرحمه، وهو تعب اكتر. وهو بقى عاش بمرض، يعني أبوه مات وهو اللي عاش بالقرف بتاع القلب. ربنا يشفيه يا رب، اكيد يا ربنا رب هيعوضه خير. يعني ربنا عن ان هو كبير، ربنا كفاية ان كبير هو والده توفى وراضي عنه والله يا وبيحاول بنتي، ينقذه كده. قسما بالله انا لو معايا، ما انا بخلانه عن حد في ولادي، بس ما اعيش. حضرتك كمان بتعاني برضو يعني زي انا معاه. والله العظيم انا ساعات ما بجيب علاجي، والله ما بقى علاجك ساعات بيتكلف قد ايه في شهر يا حاج؟ يعني بتاع 800 جنيه ساعات 900، ده غير الكشوفات بقى. انت طب بتهني ليه ما عليا عملتيش دي؟ معاش تكافل وكرامة او معاش كبار السن يعني؟ الخيبة ان انا قلت لحضرتك ان انا الوقت متأيدة، ان انا في ايدي قسيمة، وكنت عملت. انا رحت لبتاع الشؤون وقال لي عارف وهو وكده، بس انت ما معكيش قسيمة تثبت، انا نعمل لك اللي انت عايزاه بس ما معكيش، مفيش معيش. قسيمة ليه؟ ما تطلعيها من ال ما هو انا مش راضي يا حبيبتي، مش عايزة الكلمتين دول يطلعوا بقى. ماشي فاهماني؟ انا تمام. يعني واحدة زي حضرتك بنت حلال بتجيب لي العلاج مرة تانية مرة. طب انا الظروف اللي انا فيها ايه بقى؟ الظروف ومرضي، مش قادرة امشي على رجليا، مش قادرة امشي اطلع السلم، مش قادرة، مش حابة، تعبانة حقيقي مش هزار. وحضرتك هنا ساكنة؟ ايوه ساكنة طبعا، ده بيت سيلفك صح؟ بالسلف ساكنة ومعايا ساكنة اصلا، بقالك قد ايه؟ يعني بقالي ابني الكبير عنده 38 سنة ولا 37، ومن قبلها بسنتين. انا بقالك 40 سنة ساكنة في بيت سيلفك هنا. ده كان ساكنة. بيت العيلة ده صح؟ لا مش بيت العيل، بيت سيلفك يعني، بيت سيلفي. لا وهو استضافكو هنا. هو سافر واشتغل وكون قرش وعمل بيت، لما لقينا عايزين نسكن سكننا زينا زي اي حد يعني. بالإيجار يعني، بفلوس كل بالآه شهر مقابل. ربنا يشفيك يا رب. طب يعني حضرتك دلوقتي طلبك انك عايزة ابن حضرتك عرفة يتعمل له عملية يتعمل قسطرة صح؟ القسطرة والدعامة، دعامة وعايزاه وقسطرة. بس يظبطوا له الكبد قبل ما ما ان يخش شاء الله. اه قبل اي عملية بيكون في اجراءات لأن أنا كشوفات مش واصل واشعاعات وكده. نتيجة في الجامعة خالص، لا ان شاء الله يعني، ده مدير يحذفني مستشفى لده الجامعة وده حد يحذفني يعني لده، كويس جدا ومستجيب للحالات اللي زي وهو حضرتك مريض مش وغيرك قادر برضه. يجري بنفسه، وانا ست كبيره مش قادره اجري بيه. انا لو قادره اجري بيه كنت جريت، تمام. ونايم على طول من اللي هو فيه تعبان مش قادر. تعرف عن حضرتك مريض القلب ده ولا مريض الكبد بيبقى ظروفه ايه؟ ألف سلامة عليكي وعلى الله أولاد حضرتك، يسلمك وإن يا شاء الله يكون بنتي في استجابة، وإن شاء الله بنناشد. ويوفقكوا يا بنت، ويكفكوا شر طريقكم ويقدركوا على يا الطيب، رب يخليك يا يا رب حاجة، وألف ألف يقدركوا على سلامة، وإن شاء الطيب. الله بنناشد وزير الصحة ومحافظ قلبية ورئيس جامعة بنها ومدير مستشفى الجامعة بالنظر للحاجة سناء كامل، واللي بتعاني من مرض يعني أمراض كتير بصراحة. هي نفسها إن هي تعالج وتبقى بصحة كويسة عشان تقدر تخدم نفسها وتخدم أولادها اللي هم أصلا يعني بيعانوا برضو من مرض القلب والكبد. ابنها محتاج يركب دعامة وقسطرة صح؟ دعامة وقسطرة. وإن شاء الله وانا هنتابع مع نفس حضرتك، المشكلة، وإنت برضو وانا نفس المشكلة. إن شاء الله بإذن الله هنتابع مع حضرتك برضو. ألف